أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معي أنا كمال علواني. وفيها بعد عقود ثلاث قضاها في القصور، البشير يبيت ليلته الأولى في السجن، والمجلس العسكري يؤكد اعتقال شقيقي البشير. وفي ليبيا السراج يقول إن قصف قوات خليفة حفتر لحي أبو سليم في العاصمة طرابلس بالعمل البربري الوحشي، ويطلب من المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة اللواء المتقاعد باعتباره مجرم حرب. في الجزائر نرصد آخر التطورات هناك في نافذة خاصة من العاصمة الجزائرية، وننهي حلقتنا من الولايات المتحدة والسجال ما بين الكونغرس والبيت الأبيض لوقف دعم الحرب الدموية في اليمن. تابعونا. أهلا بكم. نبدأ ساعتنا الأخيرة من السودان، حيث نقل الجيش الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن بالعاصمة الخرطوم. في غضون ذلك قال المتحدث باسم المجلس العسكري بالسودان إن الاعتقالات جارية لرموز النظام السابق، وفي مقدمتهم عبد الله وعباس شقيقا البشير. الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع، بالإضافة للذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيره، من رموز النظام السابق، وأبرز الذين تم التحفظ عليهم حتى الآن بالسجن أشقاء رأس النظام الفاسد عبد الله والعباس. جاري البحث عن كثير من الأسماء التي اختفت. وتنضم إلينا الآن مراسلتنا في الخرطوم سالي عثمان. سالي، يعني هل القائمة ستطول؟ هل القائمة طويلة؟ هؤلاء الذين سيلتحقون بالبشير في السجن. نعم كمال، القائمة بالفعل هي طويلة جدا. هنالك كثير من المنتمين للنظام السابق والمتورطين، وهنالك شبهات فساد كثيرة تحوم حول العديد من الأشخاص. البعض يتحدث عن هروب بعض الشخصيات خارج السودان، والبعض يتحدث عن وجود داخل أراضي السودان ولكن في أماكن غير معلومة. إذن القائمة هي طويلة جدا لرموز النظام المتهمين بالفساد والمفسدين، كما أسلف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي. وأيضا يعني هنالك نقطة يجب الإشارة إليها في هذا البيان تحديدا، أنه صرح والناطق الرسمي صرح بأنه في غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الإفصاح عن هذه القوائم، وسيتم أيضا عرض صور لهؤلاء المعتقلين والمتحفظ عليهم من قبل المجلس العسكري، مما يعضد الثقة بين المجلس العسكري وبين المعارضة وبين المعتصمين والمحتجين بصورة عامة. طيب، إيداع كل هؤلاء رموز النظام بالإضافة إلى عمر البشير، هل هذه مقدمة لمحاكمات لاحقة؟ نعم بالتأكيد. يعني هنالك أيضا في ذات البيان الذي تلي اليوم من قبل الناطق الرسمي والنقاط التنويرية للإعلام، أيضا تحدث عن الملف الاقتصادي. اليوم الحديث كان يتضمن ثلاث ملفات، الأول هو مطالب المحتجين بتسليم رموز النظام، وأيضا بأن المجلس العسكري سيسلم وحريص على تسليم السلطة للقوى المدنية في أسرع وقت ممكن. تحدث عن الملف الاقتصادي والذي أشار فيه إلى المرسوم الدستوري
الدستوري الذي بموجبه يجب الإفصاح عن العملات الأجنبية للأفراد داخل وخارج البلاد، لا سيما المشتبه فيهم بالتورط في قضايا فساد، وأيضا حتى المؤسسات التابعة للدولة والمؤسسات التي تشارك فيها الدولة يجب أن تقدم كشوفات حسابات لبنك السودان في الفترة المقبلة، وأن هذا المرسوم هو ملزم للجميع، مما يدل على أنه ستكون هنالك محاسبات ومحاكمات صارمة تجاه الأفراد وتجاه المؤسسات أيضا. مراسلتنا في الخرطوم سالي عثمان، شكرا جزيلا لك. تأتي هذه التطورات في المشهد السوداني بينما يستمر المتظاهرون بالتجمع بأعداد متزايدة أمام مقر قيادة القوات المسلحة لتجديد المطالبة بحل المجلس العسكري الانتقالي. لا يغادرون الميدان. الثورة التي أطاحت بالبشير نزيل سجن كوبر بالخرطوم لم تنتهي بعد، هكذا يقول شباب الاعتصام، يؤكدون أنهم باقون هنا حتى تحقيق كافة المطالب. والله طبعا بحيي الشعب السوداني ككل هنا في القيادة في المنبر الأحرار هنا، وبقول لهم إن شاء الله احنا هنلتزم لحين تحقيق كل مطالبنا، لحين تحقيق كل المطالب. أنا هنا دايرين أي مجرم أكل حقنا سرق حقنا لازم يتحاسب، لازم يتحاسب. محمد، مهند، حسن وغيرهم العشرات هم ضحايا هذه الثورة، صورهم حاضرة في كل مكان. يقول الثائرون إنهم سائرون على خطاهم، لا تراجع عن الشارع، فهو الملاذ والضامن لمكتسبات الحراك الثوري. نريد حقوقنا المنتهبة، وأن يريد بلدنا أن يعود إلينا، بلدنا ذا الحضارة، سلة العالم في الغذاء الذي نهب وسلب بيد خونة مرتزقة. يرفضون التدخل الخارجي، ينددون بمن يسمونهم أعداء الربيع العربي، شعاراتهم واضحة وغير قابلة للتأويل. الثورة خيار الشعب. الحرية سلام عدالة، والثورة خيار الشعب. الحرية سلام عدالة. من هنا أسقطوا نظام البشير، ماضون في اعتصامهم، يقولون إن نصف الثورة انتحار والجيش ما زال يمسك بالسلطة حتى الآن. من أجل هذا هم باقون في الميدان، ميدان بات يمثل كل شيء بالنسبة لهؤلاء الشباب، ومنه يستمدون حلم الخلاص من تبعات 3 عقود مضت والبدء بسودان جديد لا يحكمه العسكر. عدنان جان العربي، من ميدان القيادة العامة للجيش، الخرطوم. وفي تطور آخر، قالت مصادر لمراسلتنا هناك إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم يوم غد. يأتي هذا فيما نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشباب وهم يرفعون لافتات كتب عليها بالخط العريض لا للتدخل الإماراتي السعودي والمصري ولا للدعم من السعودية والإمارات. تغص الطريق الواصلة هذه الأيام بين الخرطوم وعواصم خليجية برسائل الود والمساعدات الوفيرة. عزل البشير واستتبع انقلاب انقلابا حتى استقر الأمر لعبد الفتاح البرهان، فسارعت الإمارات والسعودية ومعهما مصر متمنين للمجلس العسكري الوليد عهدا آمنا مستقرا. رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان استقبل وفدا سعوديا إماراتيا تجهل صفته، قدم إلى البلاد يمد يد العون للسودان الخارج من عسف الاستبداد. وإلى الخرطوم أيضا سيصل رئيس مصر لتوثيق الروابط ومد الجسور. وهنا السؤال عن سر ترحيب قادة السودان الجدد بهذا الدعم السخي، وسينطوي الجواب على أكثر من احتمال. فالماسكون بمقاليد السلطة الآن هم عبد الفتاح البرهان، المنسق السابق للقوات السودانية المقاتلة إلى جانب التحالف الإماراتي السعودي في اليمن، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع الذي تشكل قواته عصب العساكر السودانية في اليمن أيضا. يبدو لرجال السودان الجدد ظاهر صلات واضحة بأبو ظبي والرياض، وقد يلعبون خفية على حبال التناقضات الإقليمية ويدخلون لعبة المحاور المنهكة، فلا يستعدون أحدا ولا يوالون.
يخشى أن تستعيد السعودية ومعها الإمارات دور العابث بمسار الثورات، مدخلها إليه المجلس العسكري واقتصاد متعب بتوالي الأزمات. مصر التي يستعد رئيسها لحكم البلاد عقدا آخر تستشعر قلقا من ضفر حراك السودان بمطالبه، ولن تستأمن خاصرتها الجنوبية إلا على حكم عسكري مكين. بدا الشارع أكثر وعيا بتلك المحاذير، وما عاد المنتفضون يجدون حرجا في مطالبة دول بعينها برفع اليد عن مسار التغيير. تجارب ربيع الثورات الأولى ماثلة في مخيالهم وفي فعلهم السياسي وهم يفاوضون المجلس العسكري، كأنها مواجهة تستجد بين الثورة وعرابي الثورة المضادة، بين طلاب التغيير وبين الحرس القديم. ومعنا من الخرطوم عبد الرحمن الأمين، رئيس تحرير صحيفة الصيحة. أستاذ عبد الرحمن، يعني ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس السيسي ضمن هذه الزيارة غدا فيما يتعلق بمصير عمر البشير؟ هل فعلا مصر تريد أن تتدخل بطريقة أو بأخرى في مصير الرئيس المسجون الآن؟ أنا بتقديري أن زيارة المشير عبد الفتاح السيسي للخرطوم تأتي تكملة ومتابعة لزيارة الوفد السعودي الأماراتي. هذا الحلف السعودي الأماراتي المصري يريد أن يؤكد للخرطوم أنه معها وأنه في خندقها وأنه يدعمها ويسندها، ومن ثم لا أرى أن هناك وساطة في الأفق الآن على الأقل مصرية للتوسط بشأن مصير الرئيس المخلوع عمر البشير. إذن هناك استراتيجية مبيتة من طرف هذه الدول الثلاث لاسترجاع الخرطوم أو لاسترجاع الخرطوم وهي تعيش هذا العهد الجديد. بالأصل تذكر تماما أنه قبل أن اختلاع نظام البشير كان هناك تسابق محموم بين حلف السعودية الإمارات مصر ومن جانب قطر من الناحية الأخرى، كل كان يحاول أن يكسب ود الرئيس البشير. الرئيس البشير وبحكم وضع النظام المتأرجح حينها كان يقول أنه يقف على مسافة واحدة حين وقع الخلاف الخليجي، وتارة أخرى كان يقول أنه يسند الكويت في وساطتها في الأزمة الخليجية، لكن كل محور من المحورين يعتبر أن وقوف الخرطوم على مسافة واحدة أنه ليس معها. كانت العبارة الشهيرة التي يرددها كل طرف، من ليس معنا فهو ضدنا، ومن ثم لم تكسب الخرطوم من هذا الموقف وإنما خسرت كلا المحورين. طيب، ومن بعد ذلك من بعد أن أحاطت الأزمة بنظام البشير ومن بعد سقوطه كان واضحا جدا أنه بانهيار نظام البشير وبخلع نظام الإسلاميين أن هذا النظام الآن يبدو أقرب إلى محور السعودية الأمارات مصر وليس إلى محور قطر. طيب باختصار، هل القيادة العسكرية الآن في السودان لها هذا الموقف، تريد أن تقف مسافة واحدة تجاه كل الدول التي حكيت عنها؟ إلى الآن الموقف المعلن أن يقف السودان على مسافة واحدة أن يبعد عن التمحور، لكن من المؤكد أن الذي يساعد السودان في ظروفه الحالية يكون أقرب إلى وجدانه السياسي وإلى نظامه السياسي. عبد الرحمن الأمين، رئيس تحرير صحيفة الصيحة، شكرا جزيلا لك. وإلى ليبيا الآن، إذ لم يلقى مشروع القرار البريطاني لم يلقى بعد إجماعا في مجلس الأمن الدولي، وبينما كان الأعضاء 15 يناقشون مسألة وقف إطلاق النار، تعرض حي أبو سليم لهجوم صاروخي في تصعيد وصفه السراج بالعمل البربري والوحشي من قبل اللواء المتقاعد خليفة حفتر. لا يصرخ وجعا، فالوجع نفسه يصرخ على لسانه. تركتني لمن؟ يسأل يائسا. زوجته قضت بصاروخ جراد ضرب المنزل. حي الانتصار جنوبي طرابلس نال ليلة أمس النصيب الأوفر من صواريخ حفتر.
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هرع إلى الحي المكلوم. هجمة بربرية وحشية قام بها المجرم حفتر على حي بوستيم وعلى حي الانتصار تؤكد وحشيته. فعل زي هذا ما يقومش فيه شخص عنده ذرة من الإنسانية. أهالي طرابلس بدورهم فرجوا في الثانية صباحا يقولون أن فعلا كهذا لا يأتيه بشر، فعل كهذا لا يأتيه إلا خليفة الشيطان في الأرض. لا نامت أعين الجبناء يضيفون، والجبناء باتت عيونهم ساهرة ترمي الأبرياء بالصواريخ. طلع نهار الحي وكشف هول مصابه. يتساءل هذا الرجل الذي بترت ساق شقيقه من يطعم بعد اليوم صغار أخي. الصاروخ طاح عليه، رجله اندارت، رجله تقطعت، قعدت الجلدة بس والعظم تنحى. والدكتور توه كان يكلم فيه قال لي بتر الرجل، بتر يعني صاحب أربعة صغار، باقي مين بيوكلهم له اللي بتبتر له رجله. منزل ثاني كان مصابه جللا. الجيران منعوا المصورين من الدخول، بنظرهم هذا منزل مات جميع أهله فلا يدخلنه بعدهم أحدا. دخلنا بعد لي على جدران البيت دماء، على الوسائد، على الأغطية وعلى الأرضية كذلك. فحين تزور الحرب بيتك هكذا يكون توقيعها. رشقة الصواريخ التي زارت حي الانتصار أمس كانت سخية. أول الصواريخ حمل يتمن، وثانيها حمل موتا، والثالث منها حمل الأطراف بترا، وجميعها رسمت لوحة هنا ليس فيها إلا السواد لونا. خليل كلاعيد، العربي، حي الانتصار، جنوب طرابلس، ليبيا. وفي تطورات الملف الليبي أيضا أرسلت حكومة الوفاق إلى المحكمة الجنائية الدولية رسالة تدعو فيها إلى ملاحقة حفتر بصفته مجرم حرب. وأضافت الرسالة الموقعة من رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا من اختصاص المحكمة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والذي أعطاها ولاية عامة للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين. ومعنا من طرابلس عبد السلام الراجحي الكاتب السياسي. يعني نريد معرفة المزيد عن ردود الأفعال الساخطة في طرابلس بعد القصف الصاروخي الذي تعرضه حي أبو سليم. مساء الخير لك والسادة المشاهدين. الغضب لم يكن فقط في العاصمة طرابلس. بالأمس أو بداية نهار اليوم، الساعة الأولى من نهار اليوم وقبل الفجر، خرجت مظاهرات غاضبة ليست في العاصمة طرابلس فقط، بل في مدينة مصراتة، مدينة زليطن والخمس وجبل نفوسة، مدن الأمازيغية، أيضا زوارة والزاوية، كلها خرجت غاضبة تنديدا بالجريمة التي ارتكبت في حق أبناء عاصمتهم طرابلس. هناك احتقان وهناك غضب شديد حتى من القيادات العسكرية والجنود على الأرض الذين الآن يعني يدافعون على المدنيين جنوب العاصمة طرابلس. وهذا الغضب تحقق عبر انتصارات اليوم، انتصارات كبيرة حققها قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني عبر السيطرة على مساحات واسعة وإخراج قوات خليفة حفتر منها، خصوصا في منطقة العزيزية والساعدية ومنطقة الهيرة. وأصبحت الآن حسب التصريحات العسكرية أنها أصبحت طريق المؤدي الرابط بين مدينة غريان ومدينة طرابلس، أصبحت تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني. أيضا بالأمس بعد هذا القصف كانت تصريحات قوية من الجنرال أسامة الجويلي الذي يعني وعد أهل طرابلس بأنه سيعمل جاهدا على إبعاد هذه المنصات صواريخ الجراد قدر الإمكان على إعادة قصف القرى والأحياء السكنية جنوب العاصمة. لكن مع هذا هناك تخوفات من أهالي العاصمة أن تكون هناك أيضا اليوم قصف مجددا عبر الجراد، لأن قصف الأمس كان هو الثالث يوم على التوالي يتم قصف العاصمة طرابلس. لكن بالأمس كان القصف مركز بأكثر من 60 صاروخ حسب التصريحات العسكرية. سبب هذا أن سقط عن حي الانتصار وهو حي شعبي، حتى كما أشار التقرير والمشاهد في التقرير توضح أنه حي شعبي وذو كثافة سكانية عالية، مما سبب حوادث قتل عديدة جدا
بين المدنيين خصوصا، وحي الانتصار لا يوجد به أي تمركزات عسكرية ولا يوجد به أي من يعني أي قوة عسكرية أو حتى منشآت عسكرية حتى يقولوا أن هناك ممكن استهداف لقوة عسكرية على الأرض. الآن ماذا عن قصة إحالة خليفة حفتر على المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟ هل حكومة الوفاق تسعى فعلا إلى هذا المسعى الذي سيجعل من حفتر لن يجعل منه الشريك المستقبلي في أي حالة من حالات المفاوضات؟ شوف، القوى السياسية والقوى العسكرية على الأرض في الغرب الليبي من ضمن حكومة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء مجلس النواب على المنطقة الغربية والرافضين لخليفة حفتر أصبح يعني رسائلهم أصبحت واضحة جدا، أن بعد انهزام قوات خليفة حفتر لن يجلسوا في أي طاولة حوار أو لجان حوار مع خليفة حفتر، فقط مع المدنيين. وكما أشار السيد خالد المشري رئيس مجلس الأعلى للدولة، وأعتقد أن هذا ما قال لي أصبح قرارا يعني مصيريا تمناه الجميع الأطراف السياسية التي تعارض عودة العسكرة الدولة، أن الحوار مع خليفة حفتر فقط يتم مع رئاسة الأركان العامة والجيش الوطني فقط على الأرض، لا حوار مع خليفة حفتر إلا عبر القوى العسكرية فقط. أيضا المهم جدا ويجب يعني الآن الموضوع لا يمتلك السيد السراج ولا غيره، أن الموضوع أصبح ارتكاب جرائم حرب بشكل واضح. القوى التي تقصف أحياء طرابلس والتي قتلت بالأمس المدنيين وقامت بجرائم قتل في حق الأسرى هي تتبع بشكل مباشر لقوات وأوامر خليفة حفتر. عبد السلام الراجحي الكاتب السياسي، حدثتنا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. والآن إلى آخر تطورات المشهد الجزائري مع أمال عراب ونافذتنا اليومية من هناك. تفضل يا أمال. شكرا كمال. مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى آخر نوافذنا لهذا اليوم من الجزائر العاصمة. اجتماعات مكثفة، تفسيرات مختلفة هنا وهناك بعد خطاب القيد صالح يوم أمس وبعد استقالة طيب العيز. أما حكومة بدوي منبوذة الجماهير فلا زالت في وجه الجزائريين، رغم أن أخبارا انتشرت وكان الجميع ينتظر أن تكون هناك استقالات جماعية هذا اليوم أو على الأقل تسقط باء أخرى من الباءات الثلاثة المتبقية. العمال، الحقوقيون، النقابيون، القضاة لم ينتظروا الآفاق التي تحدث عنها قايد صالح في خطابه. أفاقهم كانت وراءنا هنا في شوارع العاصمة، حيث خرج المئات منهم في مسيرات ومظاهرات لإسماع صوتهم. سلاح مقعاش هنا أعد هذا التقرير، نتابعه ثم نعود. يوم جديد ومظاهرات احتجاجية يومية، لعل أبرزها تظاهر آلاف العمال أمام مقر المركزية النقابية في أول ماي بالجزائر العاصمة. وحمل المتظاهرون شعارات تدين الأمين العام سيدي السعيد وتدعو لتحرير المركزية النقابية من قبضته. ومنذ بداية الحراك الشعبي يواجه الأمين العام للمركزية النقابية احتجاجات متصاعدة تطالب برحيله وتتهمه بأنه أحد رموز النظام السابق لبوتفليقة. كانت رسائل واضحة، احنا كنا يعني مع تفعيل المادة 7 و8 من الدستور، ورسالتنا الثانية أنه نبقى ونعملوا يعني في إطار الدستور وما نخرجوش على الدستور، ونعمل مرحلة انتقالية برموز وطنية ليوافق عليها الحراك الشعبي. أسرة الدفاع المحامون سجلوا حضورهم وبقوة في وقفة احتجاجية أمام المجلس القضائي في العاصمة، مطالبين بضرورة دعم جهاز العدالة الذي يجدد دعوته برفض بقاء رموز النظام الحالي. سقوط الطيب العيز رئيس المجلس هو عبارة عن انتصار أولي بعد الانتصار الأول لمغادرة بوتفليقة للحكم. سقوط بالعيز هو أحد الباءات الأربعة، سقطت الباء الأول، بقوا الباءات الثلاثة.
من جهته دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة حسين رباحي عن وزراء نور الدين بدوي بعد طردهم من قبل المواطنين في احتجاجاتهم الميدانية الأخيرة. ويواجه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هو أيضا رفضا شعبيا كبيرا منذ توليه هذه المسؤولية التي تدفع بصناع القرار إلى اللجوء لحلول أخرى. وقفة المحامين والقضاة جاءت من أمام المجلس القضائي لتبعث برسائل للسلطة بضرورة احترام مطالب الحراك الشعبي. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. تشاركنا التحليل هنا في العاصمة دكتور سهيلة بالرحو أستاذة العلوم السياسية. أهلا وسهلا بك دكتورة سهيلة معنا في آخر نوافذنا لهذا اليوم. اليوم كان الجزائريون ينتظرون إما استقالات جماعية أو استقالة أخرى تعقب استقالة بلعيز يوم أمس. هل هناك من يريد إطالة أمد الأزمة وإعطاء استقالات بالتقسيط ولماذا؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. حسب ما نشاهد وما تشاهدون وما يشاهد الجميع أن إسقاط بعض رموز الفساد يأخذ وقتا طويلا في كل فترة من فترات هذا الحراك، وهذا نلتمس فيه تعنت السلطة وتشبتها بعناصر بعض العناصر في السلطة تشبتها بمراكزها في السلطة لأسباب ربما نعرفها لأسباب نجهلها، لأن أصلا السلطة في الجزائر مشهد السلطة في الجزائر كان غامضا، بالتالي لا نعرف الأسباب الحقيقية والصعبة والخطيرة التي تفسر هذا التعنت. هل هو تعنت لصالح مصالحهم أو هو تعنت للزج بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه، إلى نتائج خطيرة، إلى إعلان حالة الطوارئ مثلا؟ هل هذه هي الأفاق المفتوحة التي تحدث عنها القائد صالح كسبل لحل الأزمة أو الخروج من الأزمة الحالية؟ لا سيدتي، لا حسب خطاب السيد قائد الأركان، هو اقترح عن طريق قراءتنا وتحليلنا للخطاب الذي كان واضحا، هناك خطاب مباشر وهناك رسائل ضمنية، لكن الخطاب كان واضح وهو يرى الحلول في الإطار الدستوري والقانوني، وتعهد أن لا يخرج منه، لأن الخروج من الإطار الدستوري هو الذي يؤدي إلى الفوضى التي يرجوها بعد التشكيلات السياسية من خلال اقتراحاتها السياسية الغير مضمونة. من يضمن أن ترتيب أو تحضير الندوة الوطنية التي ينادي بها الكثير من الوجوه السياسية والمتجدرة والتي تمثل التشكيلات السياسية المتجدرة في الجزائر، والتي تفضل وتسبق القيام بهذه الندوة والتي لا تدرك ولم تخطط حتى لها هي هي تمثل هم استثمروا أم استغلوا ربما بعض النقاط الضعيفة في الحراك، والتي طبعا من حقها أن تبدي وأن تسائل وأن تنشد إلى أن تنشد إلى مستقبل الديمقراطي ودولة القانون، لكن هذه الأطراف التفت حول هذه الطموحات لكي تصل إلى مآربها السياسية المستقبلية. هناك ابتزاز سياسي من طرف هذه التشكيلات التي تعطل المسار السلمي والقانوني والمؤطر الذي تضمنه وتضمنه كل مرة المؤسسة العسكرية في خطابها مع الشعب، هي في كل مرة دكتور. تخاطب الشعب. شكرا جزيلا لك دكتورة سهيلة بالرحو أستاذة العلوم السياسية. بهذا ننهي هذه النافذة، نعود لك زميلي كمال في لندن وإكمال برنامج الساعة الأخيرة إليك. شكرا أمال على هذه التغطية. وإلى الولايات المتحدة، حيث عطل الرئيس دونالد ترامب مساء أمس قرارا تبناه الكونغرس يطالبه بوقف الدعم للسعودية وحلفائها في حرب اليمن. وبرر ترامب قراره بالقول إن قرار الكونغرس يضعف سلطات الرئيس الدستورية ويعرض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر.
فيتو ثان للرئيس الأمريكي رفض فيه مشروع قرار الكونغرس الذي يطالب بوقف دعم الولايات المتحدة للتحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن. يقول ترامب في رسالته التي علل فيها استخدام الفيتو إن مشروع القرار غير ضروري وهو خطير. لفيتو ترامب على مشروع قرار الكونغرس بشأن الحرب في اليمن تبعات كثيرة، فهو يعني أن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط ستبقى على حالها، أي أن أمريكا ستبقى إلى جانب السعودية، وإذا فكر أحد أنها ستتغير فإنه مخطئ، كما أنها تظهر موازين القوى في الكونغرس، فبالرغم من محاولات الديمقراطيين يبقى الجمهوريون هم من يسيطرون. يصر الكونغرس على ضرورة وقف الدعم الأمريكي لحرب اليمن. سيناتور بيرني ساندرز أحد أكبر معارضي دعم واشنطن لتحالف الرياض وأبو ظبي للحرب يقول ردا على فيتو ترامب إن اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية وليس إلى قنابل. وهو ليس الوحيد، معارضة الحرب في اليمن تأتي من ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس على حد سواء. نعم، غالبية الأصوات في مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ تعارض مواصلة دعم أمريكا للحرب في اليمن، ولكن بحاجة إلى ثلثي الأصوات لنقض فيتو ترامب. ليس لدى الديمقراطيين هذه الأصوات، وأعداد الجمهوريين المعارضين لحرب السعودية في اليمن ليست كافية. مع فيتو ترامب تعود الكرة إلى ملعب الكونغرس من جديد الذي سيحتاج في مجلسيه النواب والشيوخ إلى ثلثي أصوات أعضائه لنقض فيتو ترامب، وهو ما يرى كثيرون أنه مستبعدا في المرحلة الحالية. محاولات الكونغرس لوقف دعم واشنطن للحرب في اليمن زادت وتيرتها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي رغم معارضة ترامب. وبالرغم من أنه لا يتوقع أن يغير ترامب من موقفه، يرى كثيرون أن محاولات الكونغرس ستستمر لوقف الدعم الأمريكي لحرب أدت إلى أكبر كارثة إنسانية وفق الأمم المتحدة. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن. ومعنا من اسطنبول محمد الأحمدي الناشط الحقوقي اليمني. يعني بعد هذا الفيتو، فيتو ترامب لا أمل في تغيير موقف الرئيس الأمريكي لا من حلفائه السعودية في المنطقة على رأسها السعودية، ولكن أيضا تجاه الموقف في الحرب في اليمن. مساء الخير. في الحقيقة أخي العزيز، وإن كان في جزء كبير من هذا الفيتو الذي اتخذه ترامب لوقف قرار الكونغرس الذي يقضي بوقف الدعم العسكري الأمريكي للحملة العسكرية للسعودية والإمارات في اليمن، لكن هذا الفيتو في جزء منه يتعلق بالشأن الأمريكي نفسه والصراع إن صح التعبير السياسي ما بين الديمقراطيين أو مؤسسات الأمريكية وما بين ترامب، ولكن سيلقي بظلاله بالتأكيد على الملف اليمني وإطالة أمد الصراع وبالتالي تفاقم المأساة الإنسانية في اليمن على النحو الذي تحذر منه المنظمات الدولية. في الحقيقة إثارة ملف الحرب في اليمن بالفعل كان جزء من تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ولكن أيضا حتى التدخل الأمريكي في اليمن لم يكن إيجابيا طيلة الفترات السابقة. الولايات المتحدة الأمريكية لديها برامج القتل المستهدف بطائرات الدرونز في اليمن من وقت مبكر، وهذه الهجمات كانت بطبيعة الحال حتى بحسب منظمات أمريكية ومجموعات حقوق إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وبالتالي هناك إشكالية في الحقيقة في السياسة الأمريكية تجاه اليمن. عملت الولايات المتحدة الأمريكية على عسكرة علاقتها باليمن، وهذا انعكس على كثير من الملفات. طيب، ما يتعلق بالحرب في اليمن هناك إشكالية من ناحيتين. أولا غياب رؤية واضحة للتحالف الذي تقوده السعودية، وبالتالي أخفقت في إنجاز الحسم العسكري لصالح الحكومة الشرعية وإعادتها إلى البلاد. وفي نفس الوقت هناك إشكالية كبيرة في التعامل مع الانقلابيين الحوثيين وعدم تقبلهم الحلول السياسية التي طرحت حتى الآن. طيب، استغلالا لهذه المواجهة المستمرة بين الكونغرس، مؤسسة الكونغرس، والرئيس ترامب، هل يسعى يمنيون من القائمين على حقوق الإنسان أو من الحوثيين إلى هذه العلاقة المباشرة للتواصل مع أعضاء الكونغرس الأمريكي تلبية لمطالبهم؟
الحقيقة هناك العديد من المنظمات الحقوقية اليمنية تعمل في هذا السياق، ولكن المهم هو بالنسبة لليمنيين مطالبهم واضحة بضرورة استعادة الدولة اليمنية وإعادة الحكومة الشرعية وتفعيل مؤسساتها وإسقاط الانقلاب الذي قاده المتمردون الحوثيون حتى بدعم من بعض الأطراف الإقليمية التي تدخلت عسكريا لاحقا من أجل إسقاط هذا الانقلاب. وأتحدث تحديدا عن دولة الإمارات، وهي الدولة بالفعل الوحيدة التي قوضت مساعي التحالف الذي تدخل في اليمن لإعادة الشرعية، وعملت على تقويض أيضا حتى مؤسسات الحكومة الشرعية في المناطق التي حررت من الميليشيا الحوثية. وبالتالي هذه السياسة المرتبكة للإمارات وللسعودية في الشأن اليمني ألقت بظلالها على إطالة أمد الصراع وعلى تفاقم المأساة اليمنية على هذا النحو. ناهيك أيضا للأسف الشديد عن تعامل الرئيس الأمريكي ترامب مع القضايا مع القضية اليمنية وكثير من القضايا بعقلية التاجر، باعتبار أنه الولايات المتحدة الأمريكية كما يعرف الجميع هي المصدر الأكبر للسلاح للسعودية وللإمارات ودول الخليج عموما. محمد الأحمدي الناشط الحقوقي اليمني، شكرا لك. زادت الثورة السورية المسافة ما بين تركيا وإيران، لكن المصالح تتغير ما بين يوم وآخر. اليوم يجري الحديث عن نقاط التقاء كثيرة ما بين أنقرة وطهران، ليس في الملف السوري فحسب بل في ملفات أخرى أبرزها الاقتصاد. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حطت رحاله في تركيا بعدما التقى في الأمس برأس النظام السوري بشار الأسد. وأول ما سمعه ظريف من ناظره التركي كان انتقادا لقرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. لا شيء يجمعهم سوى المصالح الاقتصادية، مختلفون في كثير من المسائل السياسية. الجامع المشترك بين تركيا وإيران هي الولايات المتحدة. الالتفاف على العقوبات الأمريكية من أهم ملفات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في زيارته إلى أنقرة. فلدى الأتراك صوت يتناغم مع المصالح الإيرانية وإن كان بموافقة أمريكية. إيران يونيك استخدمنا جميع المنابر للاعتراض على العقوبات ضد إيران والتأكيد على أنها خطوة خاطئة، وأبلغنا حلفائنا بذلك بمن فيهم الولايات المتحدة كونها تضر بالشعب الإيراني. الملف السوري يجمع على طرفي نقيض كل من أنقرة وطهران، لا أحد منهما ينوي التخلي عن عمقه الجيوسياسي في سوريا، ولا الوقت في صالحهما للاختلاف. فثمة تبادل تجاري بينهما يقضي بتنحية الخلافات جانبا. نشكر تركيا على تحركها العقلاني في تخطي العقوبات الأمريكية وفق القانون، واعتراضها على الخطوة الأمريكية الحمقاء بوضع الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تفاهمات تركية روسية لتسوية الأوضاع في الشمال السوري، وربما هذا ما دفع طهران إلى إسراع الخطى نحو أنقرة لتبقى لاعبا فاعلا في تقاسم الكعكة السورية حسب مراقبين. ثمة رغبة واضحة بين أنقرة وطهران في تجاوز الخلافات ورفع مستوى التبادل الاقتصادي والتنسيق حول المصالح السياسية، لكن الخلاف حول سوريا وعدم قدرة أنقرة على تجاوز القرار الأمريكي قد يكبل العلاقات الثنائية بين البلدين في نقطة لا تغني ولا تسمن في ميزان السياسة. أحمد غنام، العربي، إسطنبول. ومعنا من إسطنبول فراس رضوان أوغلو الصحفي والكاتب السياسي. أستاذ فراس، يعني الآن نحن أمام علاقات براغماتية تركية إيرانية، إلى أي مدى رغم ذلك يجب أن نطرح هذا السؤال باستطاعة الطرفين أن يتجاوز خلافاتهم السياسية في وجه الاقتصاد، وأهم الخلافات هي الملف السوري؟ طبعا الخلاف بين تركيا وإيران في ملفات متعددة والوفاق في ملفات متعددة أخرى.
من أحد هذه الملفات المختلف عليها وببساطة شديدة، وهي أن هناك تنافس بين كلا الطرفين على كثير من المناطق، ولكن لماذا ستبقى ربما العلاقات بين الطرفين قوية؟ هناك عدة أمور مهمة بالنسبة لتركيا معلقة أو متعلقة بإيران. النقطة الأولى مثلا، تركيا تستورد الطاقة من إيران تقريبا ما يعادل ما بين 20-30% من قدرات الطاقة التي تستوردها، لأن تركيا لا يوجد عندها لا منابع نفط ولا حتى غاز. النقطة الثانية، هي دولة جارة على الحدود في الطرف الشرقي لتركيا. النقطة الثالثة مهمة جدا، هي تركيا تسعى إلى أن تكون الرئة الاقتصادية لإيران في حال العقوبات الأمريكية. تركيا ترى أنها في هذه الحالة، إذا كانت هي الرئة الاقتصادية لإيران أو من أحد أهم الرئات الاقتصادية لإيران، هذا سيكسبها بعدا استراتيجيا بالنسبة لإيران، إضافة إلى أن العلاقات السياحية أيضا بين الطرفين أيضا قوية ليست بالبسيطة. والنقطة الثالثة ومهمة جدا، وهي النقطة الأمنية. تركيا تخشى كثيرا من أي فوضى سياسية تحصل في إيران، هذا سيسبب موجات نزوح وفوضى خطيرة جدا لا يمكن القبول. لذلك وجدنا أن هناك اعتراضات من قبل تركيا حول تكييف العقوبات حول إيران مثلا، وأعتقد أن هذه الزيارة جاءت في إطار كيف ستكون العلاقات الاقتصادية، خصوصا ربما أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية من إعفاء تركيا في مسألة العقوبات الإيرانية ربما بدأت تقترب من نهايتها، وكيف ستجدد تركيا هذه الأمور. فراس رضوان أوغلو الصحفي والكاتب السياسي حدثنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. في فرنسا خصص اجتماع وزاري اليوم لحريق كاتدرائية نوتردام وتحديات ترميمها، وبعد الاجتماع أعلن الرئيس والوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن إطلاق مسابقة دولية لهندسة العمارة، والهدف إعادة إعمار برج الكاتدرائية المدمر. تبرعات سخية من كل أنحاء العالم أحيت الآمال بإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية التي اشتعلت بها النيران أثناء أعمال ترميمها. الحكومة الفرنسية أعلنت تنظيم مسابقة لإعادة تصميم برج الكاتدرائية الذي دمره الحريق. سننظم مسابقة معمارية دولية بشأن إعادة بناء سقف الكاتدرائية. قبل القرن التاسع عشر لم يكن لكاتدرائية نوتردام أبراج. ستسمح لنا المسابقة بطرح سؤال حول ما إذا كان ينبغي لنا إعادة بناء البرج، وإذا كان الأمر خلاف ذلك ستعاد أعمال الترميم بما يتناسب مع تقنيات عصرنا. في غضون يومين أكثر من 800 مليون دولار بلغ حجم التبرعات، أموال قدمتها عائلات فرنسية ثرية وشركات عالمية، فضلا عن عروض قدمتها حكومات أجنبية للمساعدة في أعمال الترميم. وأمام سيل الوعود بتقديم هبات بمبالغ طائلة، علت أصوات كثيرة تندد بما اعتبرته سخاء انتقائيا في فرنسا الغارقة منذ أشهر في أزمة السترات الصفراء. يرى المنتقدون أن الطبقات المهمشة لا تحظى بهذا السخاء في معالجة مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، بينما سيستفيد المتبرعون الأثرياء من الإعفاءات الضريبية. وفي فرنسا أيضا أمر قاضي التحقيق بمحاكمة رفعة الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو. رفعة الأسد أحد الأوجه الدموية للنظام السوري يعود إلى الواجهة مجددا، لكن عودته تأتي من باب فساده لا عن طريق انتهاكاته لحقوق الإنسان. القضاء الفرنسي يستعد لمحاكمة عم الرئيس الحالي للنظام السوري، وقائمة التهم تشمل بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا عن طريق الاحتيال، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، واحتيال ضريبي متفاقم، واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، إضافة إلى تشغيل حراس وعاملين في المنازل في الخفاء. قائمة أولية لممتلكات الأسد العام في فرنسا تشمل مبنيين فخمين ونحو 40 شقة في أرقى الأحياء الباريسية، وقصرا ومزرعة ريفيين، عدا عن آلاف الأمتار المربعة من المكاتب في ليون.
في الواقع لست أدري ماذا أملك. هكذا قال القائد السابق لسرايا الدفاع السورية للمحققين في قضيته. قبل نحو عامين وضع القضاء الإسباني يده على أكثر من 500 عقار تعود ملكيتها للأسد في إسبانيا. بريطانيا بعد ذلك بوقت قصير جمدت أصول ممتلكات له ولعائلته بملايين الجنيهات الإسترلينية، فيما باع عقارين في المملكة المتحدة بوقت سابق على الإجراء البريطاني بقيمة تقارب 20 مليون جنيه إسترليني. شقيق حافظ الأسد كان الرجل الثاني في النظام خلال ثمانينيات القرن الماضي، ولعب دورا أساسيا في مجزرة مدينة حماة التي قضى خلالها عشرات آلاف المدنيين، عدا عن وقوفه خلف مجزرة سجن تدمر. وفيما تقدر ثروته بمئات ملايين الدولارات، يفتقد السوريون اليوم أبسط الخدمات في الداخل السوري، ويعاني مئات الآلاف منهم مصاعب اللجوء في دول الجوار. وبعدما اشتهرت ألمانيا بسياسة الأبواب المفتوحة، تراجع برلين اليوم سياساتها بشأن المهاجرين. إجراءات وقوانين صارمة تسنها ألمانيا لترحيل فئات من المهاجرين واللاجئين. برلين تضع مجموعة قواعد تستهدف الأشخاص الذين استنفذوا جميع السبل القانونية للحصول على اللجوء. من ضمن القوانين الجديدة فرض عقوبة السجن على من يحاول إخفاء هويته الحقوقية. من يفشلون في استبدال وثائق سفرهم المفقودة سيواجهون عقوبات بدفع غرامات. كذلك فإن الحكومة لن تمنح إعانات للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو وضع مماثل في بلد آخر بالاتحاد الأوروبي ويسعون للاستقرار في ألمانيا. حوالي 3 أسابيع هم تنتقل الحكومة الألمانية في غضون 4 أعوام من ثقافة الترحيب بالمهاجرين إلى سياسة ترحيلهم، لكن هذه الأعوام الأربعة شهدت متغيرات داخلية وخارجية، منها أزمة السكن التي فرضها استقبال مئات آلاف اللاجئين في فترة زمنية قصيرة، أحداث التحرش الجماعي في كولونيا التي وقعت رأس السنة الجديدة 2016، صعود قوة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، هجمات متفارقة نفذها اللاجئون وهجمات أخرى معادية لهم. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية للقوانين الجديدة، فإن ألمانيا كغيرها من دول غربية باتت تميل أكثر وأكثر إلى التشدد في سياساتها تجاه اللاجئين والمزايا الممنوحة لهم. وننهي الساعة الأخيرة كالعادة بفيديو بمنصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنا العربي، نتابع. موت يسمي المحسوبين. سيبها يعني ولا حاجة ولا ايه؟ لا والله لا والله. وبهذا نصل إلى نهاية الساعة الأخيرة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات، إلى اللقاء.